اوكي طيب، احنا عندنا قلنا اولاد يبقى the smaller measuring units is millimeter. If I moved for up from the smallest to the greater, I will find centimeter, then decimeter, then meter, then kilometer. Converting metering lens units يعني ايه converting؟ او خلينا نثبت بقى رول عندنا ان كل واحد بيساوي حاجة من التانية. يعني ايه؟ السنتيمتر equal 10 مليمتر، طب والميتر equal 100 سنتيمتر، وده احنا خدناه في جريد 3. طب الديسيمتر يا تيتشر؟ الديسيمتر يا ولاد اهو هو greater than السنتيمتر، مادام greater than يعني equal 10 سنتيمتر. طيب ايه كمان؟ الكيلومتر، الكيلومتر هو greater equal 1000 متر. طب انا عايز احفظهم وكده مش هعرف. عايز تحفظه ابدأ اعمل السلم ده معايا. اول حاجة قول مليمتر، ده ال smaller one. اوكي after then مليمتر we have سنتيمتر. طيب وبعدين مين حافظ معايا؟ after سنتيمتر مين؟ دي سي ايه؟ متر. نطلع شوية يبقى مينا متر، متر وبعدين مين؟ كيلو متر. عشان تعمل convert ابدأ كده from up to down، الكيلومتر equal 1000 متر. طيب هو ده بس اللي 1000، بعد كده كل step من دول ب10، فعشان نتحرك من المتر للدي سي هنعمل باي 10، معنى كده ان المتر equal 10 دي سي متر. طب الدي سي متر تيتشر equal 10 سنتيمتر، طب المليمتر equal 10 مليمتر. لازم نعمل كيب للكلام ده يا ولاد. طب وانا طالع من الصغير بقى للكبير ده كده، وانا نازل اهو، وانا نازل وانا بحول من كيلومتر لمتر بستخدم مالتيبلاي. طب لو انا عايز اطلع مثلا، لو انا عندي مثلا 30 مليمتر وعايز اخليهم هما كام دي سي، هما كام سنتيمتر، هعمل ايه؟ بدل ما انت كنت بتعمل في السنتيمتر عشان تخليه ملي مالتبلاي، لا وانت طالع هتعمل ديفايدد، فاصبح انك انت عشان تحول from the smaller to the greater using divide، يبقى we will divide. اوكي يا شباب، ها حد مش فاهمني كده؟ أنا طيب مش خلينا فاهمة. نبدأ نشوف الاكسرسايز اهو ونشوف هنعمل ايه. نعم أنا مش فاهمة. ماشي اوكي هنقول تاني. طيب يبقى انا عندي ميجرينج يونت صغيرة وميجرينج يونت كبيرة، مين هي الصغيرة؟ مين اصغر واحدة اللي بنقيس بيها زي الانسكت والحشرات والحاجات الدقيقة جدا؟ مين هي؟ مليمتر. المليمتر. طيب مين اكبر منها شوية؟ لو انا حبيت اقيس سنتيمتر السنتيمتر، مين اكبر شويه كمان؟ سنتيمتر ديسيمتر. ديسيمتر سنتيمتر الاكبر من الديسيمتر على طول هو مين؟ متر متر ومين اكبر حاجه؟ ها الكيلومتر الكيلومتر متر. طيب كيلومتر اوكي طيب بصوا كده، اهم حاجه نحفظ الترتيب ده. طيب يا مس هو هيسالني عن ايه؟ فاكره وانتي صغيره احنا كنا بنقول ان الكيلومتر equal 1000 متر. طب معنى كده ان انا لو قلت لك 2 كيلومتر هيكونوا equal how many متر؟ 2000 يعني فرق 2000. طب 2000 انتي هنا بقى عملتي ايه لما كبرتي؟ فهمتي ان 2 عشان تبقى 2000 معنى كده ان انتي عملتي multiply by what؟ ايه عملتي تو باي multiply by ها؟ تو باي 1000 تو باي 1000 يبقى هنثبت دلوقتي ان احنا عشان نعمل convert. يعني ايه convert؟ يعني عايزين نحول من الكيلومتر للمتر، فهنعمل باي 1000. تمام كده؟ طيب سهلة بقى، لو انا قلت لك 3 كيلومتر عايزين نخليه متر، ها في حد كده مش عارف الإجابة؟ 3000 انا عايزة بس 3000 اللي مش عارف الإجابة، بس مش اللي عارف، اللي مش عارف يرفع ايده، اللي مش فاهم احنا هنعمل ايه يرفع ايده. ها
طيب يعني كده كلنا فاهمين. اوكي لما نقول ايه شويرية، بص يا شويرية، هنا الكيلو متر اكبر من المتر، كأني بفك من الكبير للصغير، from the greater to the least. طب ازاي احول الكيلو متر لمتر؟ يبقى هعمل multiply by 1000، فال 3 كيلو متر هتبقى 3 ايه؟ 3000 3000. 3000 جميل قوي. طب ده تاني يا شويري، لو قلنا 4 كيلو متر يا شويري equal how many meter؟ 400 4000 4000. برافو. طب لو قلت 45 كيلو متر equal how many meter؟ 455000 45000. تمام. اوكي بقت سهلة خلاص كده، عرفتوا أول واحدة صح؟ أو طيب أو خلينا ناخد واحدة تانية. لو أنا بقى عايزة أحول بقى من المتر للي أصغر منه، مين اللي تحت المتر على طول؟ ها؟ الدي ديسيمتر سي إيه؟ متر الدي سي متر. متر طيب المتر إيكوال هاو ميني ديس متر؟ إيكوال 10. طيب لو أنا قلت الـ 1 متر إيكوال 10 دي سي متر، طب لو أنا قلت الـ 2 متر هيكون ايكوال كام دي سي متر بقى؟ ها كام؟ قول يا مالك. برافو. ها يا محمد صح، مني ديسمي محمد اسمك محمد مش كده؟ اه أنا اسمي مالك أحمد، اسمك ايه؟ مالك أحمد. مالك صح. ايوه انا بقول صح. طيب اوكي يلا يا مالك. ها لو قلنا ال 2 متر هتبقى كام دي سي متر؟ تو مني ديسمي هتبقى 20. برافو الله. طيب لو قلنا 3 متر ها ايكوال سيرتي ديسيميتر ايكوال ها سيرتي ديسيميتر سيرتي سيرتي ايكوال 30. اوكي طيب ايكوال 30. طب ايه اللي حصل عشان بقت 30؟ عملنا لها مالتبلاي باي ايه؟ مالتبلاي باي سيرتي لا عملنا لها مالتبلاي باي ايه؟ سيرتي باي تن 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 10. تن 10. تن طيب انتوا كده في تن خطوتين من السلم، ايه هم؟ اول واحده الكيلو متر عشان يبقى متر عملنا له باي وات؟ 1 ايه؟ 1000 1000 والمتر عشان يبقى دي سي عملنا له باي ايه؟ باي 10. تن لغايه كده مفهوم صح؟ طب مين اللي كان تحت بقى؟ السنتيمتر. سنتيمتر يلا عشان نحول سنتيمتر سنتيمتر لسنتيمتر معايا بقى بسرعة. لو قلنا ان الدي سي متر ايكوال 10 سنتيمتر، فعشان احول من دي سي لسنتي هعمل باي 10. فلو قلت كده ان 2 دي سي متر ايكوال هاو ميني بيكون سنتيمتر؟ 20 ها سنتيمتر 20 20. سنتيمتر برافو عليكم شاطرين. خلاص كده عرفتوها. يبقى تاني يبقى المتر عشان يبقى دي سي هنعمل له باي 10. طب مين عارف بقى الدي سي عشان يبقى سنتي هنعمل له باي ايه؟ ها؟ باي 10. جميل اهو باي 10، كان المفروض 10 واحد. طيب اهو باي 10. فضل مين لسه تحت السنتي؟ مين اصغر من السنتي؟ ها؟ المليمتر برضه المليمتر السنتيمتر ايكوال 10 ايه؟ 10 مليمتر. طب يلا ناخد واحدة. المليمتر لو قلنا 1 سنتيمتر ايكوال 10 مليمتر، يسار فهمتي يا يسار؟ فلو قلنا 2 أو سنتيمتر هتكون ايكوال هاو ميني مليمتر يسار؟ مليمتر 20 يسار 20 20 20 مليمتر. 20 مليمتر طيب 20 انا بس، مليمتر طب بس في حاجة يا تيتشر، ايه هي؟ انتي كده مشياني درجة درجة، اول درجة من الكيلو للمتر باي 1000، من المتر للدي سي باي 10، ومن الدي سي للسنتي باي 10، ومن السنتي للملي باي 10. طب باي تن انا مش، انا بصوا ده اخوهم الكبير الكيلو متر ده، كل واحد منهم عايز يروح عند اخوه الاصغر منه. طب افرض ان المتر ده مس مش عايز يروح عند الدي سي، ده هو عايز يروح عند اخوه الصغير السنتيمتر، تفتكروا هيتحرك كام تن؟ تن وان واحدة ولا واحد اتنين؟ وان لا اتحرك لا بصوا في بينهم درجة اهو شايفين. ها يبقى ادي تن وادي كمان ايه؟ تن تن. نقول يعني تو ممكن نقول ايه ان ال 1 متر
equal 100 ايه بقى يا شباب؟ سنتيمتر سنتيمتر. فلو سنتيمتر سنتيمتر هيكون ايكوال او ميلي سنتيمتر؟ 200 النسبة. سنتيمتر 200 200. سنتيمتر طيب احنا كده سنتيمتر فهمنا، حلو قوي. طب افرض يا مس بقى ان هو جاب لي في السؤال ان هو عايزني احول من ملي متر لسنتيمتر، يعني عايزني اطلع من الصغير للكبير. طب مش انت وانت نازل كنت بتزود زيروهات وانت نازل اهو من الكبير اه للصغير، from the ايه greatest to the least، كنت بتزود زيروهات؟ اكيد وانت ايه طالع هتاخد الزيروهات اللي انت ايه زودتها، يعني ايه هتعمل ايه divided. فمثلا مثلا يعني احنا لو قلنا ان المتر equal 10 دي سي متر، احنا عرفناها دي مش كده، دي حفظناها صح؟ طيب لو اه عايز اعكس، عايز ايه اعكس؟ يعني نعم ايه عايز اقول ان انا عندي 30 دي سي متر equal how many meter؟ اهلا اسر، الحمد لله على السلامة يا رب. انا equal جبت 3 متر الحمد 3 لله على متر السلامة. equal 3 ايه؟ برافو. مين اللي كتب 3؟ مين اللي كتب 3؟ انا مس ممتاز، انا قلت 3 يا مس برافو مالك، برافو مالك. انا يا مس انا مين بس اللي مش انا كاتب اللي كتبتها مين بس اللي مش يا انا مس اللي انا كتب اللي كاتب؟ طب انا انا كاتب بس هو طيب مالك اللي كتب مين؟ وانا اللي انا اللي قلتها وتيم اللي كتبها وتيم اللي كتب، برافو مالك وتيم، برافو. كمان تركيز، تركيز كويس، تركيز ممتاز. واحدة تانية للناس التانية، خلينا نسأل آسر يا ولاد. 50 دي سي متر equal how many millimeter، how many meter يا آسر؟ حتى انا قلت اللي فوق برضه 3 أنا عارفة مين؟ آسف آسر. ماشي الشباب مركزين. جويرية، ها قولي لنا equal 5. برافو جويرية، تركيز انا مش كويس. انا اللي كتبت انا اللي كتبت ماشي، ها مين اللي، أنا شفت جويرية. طيب لا نمشي انا اللي بالدور عشان كتبت نعرف، طيب نمشي بقى بالدور علشان ايوه نركز، يا نمشي ناس انا بالدور. فاهم مس انا جاي من بدري يا مس والله أمال ليه؟ أنا ما حسيتش إن أنت موجود، أنا بسأل عليك. طيب خلينا بقى نبدأ نقول هنا، يعني حضرت معايا من الأول يا آسر؟ يمكن عشان ما كنتش فاتح الكاميرا وأنا متعودة بشوفك قدامي في الحصة. يلا 8 متر equal how many سنتيمتر؟ يلا انا ها حاضر يا مس ها equal 800 هنبدأ نقول هنا ايه 8. ها ده مين اللي يا بدأ؟ مس مالك؟ لا يا مالك احنا عندنا دور، هنبدأ من آسر بعدين إيسار زي ما احنا متعودين. بسرعة يلا آسر اتفضل. تاني واحدة اه خد بالك انا بعمل كونفرت منين؟ ها المليمتر اصغر من السنتيمتر، يعني انا بعمل كونفرت from the least to the greatest. يعني انا هنا اعمل ايه؟ بطلع السلم، وانا بطلع ما بعملش مالتبلاي، بعمل ايه؟ بعمل يا مس divided. ديفايدد divided يعني باخد الزيروهات اللي انا حطيتها. طب انا لو حولت من سنتي لملي هديله زيرو واحد، يبقى انا المفروض لو انا حاول من ملي لسنتي برافو هاخد الزيرو اللي انا حطيته. شكرا آسر، اتفضلي إيسار. 5 كيلو ايوه متر، ها 3 نقط 5. يلا إيسار اوكي يا مس لازم احدد الاول، هو انا بعمل convert from the greater ولا from the smaller؟ الكيلومتر is greater than centimeter. اسمع إيسار لو سمحت، يبقى انا بحول من الجريتر للسمولر، هعمل ايه يا إيسار؟ يعني انا نازل اهو من الجريتر للسمولر، يعني انا بنزل، وانا نازل بعمل ايه؟ بزود بنعمل مالتبلاي، ها من كيلومتر لسنتيمتر. خدي بالك، استني تعالي نرسم السلم بتاعنا عشان نفهم. هنا احنا قلنا كيلومتر، حفظتوا يا اولاد ولا لسه؟ هنا ايه؟ ها متر، ها هنا دي سي متر، سنتيمتر، ها مليمتر. طب انا عايز انزل من عندي مين لمين يا إيسار؟ اللي سنتيمتر من الكيلو لغاية مين؟ سنتيمتر تعالي نعد خطوة خطوة. أول حاجة من الكيلو للمتر بنعمل باي 1000،
يعني بنزود 3 زيرو. وبعدين كمان من الملي للديسي هنحط زيرو، ومن الديسي للسنتي هنحط كمان ايه يا إسار؟ يعني انا كده زودت كام زيرو؟ عدي بقى الزيروهات كده اللي عندك. ها 1 1 2 3 4 5 6 ها9 كام زيرو؟ 1 2 2 دول 5. برافو عليكي، يبقى احنا هنعمل هنا 5 0. ايه ده بس، ده احنا كده عملنا ملتبلاي باي ايه؟ مين شاطر يقول؟ يعني كده عملنا ملتبلاي باي ايه لما نزود 5 0؟ يبقى احنا عملنا ملتبلاي باي وات؟ باي 100,000 100,000 باي 100,000. فمعنى كده ان الكيلو متر يا ولاد ايكوال، ودي تحفظها 100,000 سنتيمتر. طب مش عارف احفظ، يبقى افهم الجدول او السلم اللي التيتشر بتعمله لنا ده. طيب خلاص، وفي كل ما تقابلنا حاجة كده تكتبها وتحفظها. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. انا مش عارفة ايه الشخبطة اللي على الشاشة عندي دي، ثواني نمسحها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا شباب انتوا قاعدين كده مش عارفين نعمل حاجة منكم. طيب اهو يلا. ها هنا دي مكتوب ايه يا اولاد؟ ها حد يقول كام دي؟ ده دور سيزي. 700 سنتيمتر 700 ثواني، ده سنتيمتر دور جودي، وجودي مش موجودة، يبقى ده دور تايم. اتفضل تايم. قدر يا ميس. تايم يا جماعة عشان جودي مش موجودة، صح؟ ايوه يا ميس، يلا اتفضل. بس انا اللي كنت ببقى بعد جودي. انت بعد مين؟ جودي؟ انا مالك؟ اللي كنت لا دايما، لا 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 يا مالك، احنا عندنا ترتيب. بص بص يا مالك، عندنا تايم، بعد كده جويرية المفروض، والمفروض بعد جويرية انت مالك، تمام؟ وبسملة بقى هي اللي احنا حطيناها فين في الترتيب. قولي هي دي ميس مكتوب ايه هنا؟ 7 سنتي مكتوب ايه هنا؟ حد يقول. قولي يا تايم كام دي؟ 700 سنتيمتر 700 سنتيمتر. حلو، عايزين نخليها متر. خلي بالك احنا بنطلع ولا بننزل؟ فين السلم راح؟ اتمسح اهو. فين هنا؟ احنا عند السنتي، عايزين نروح عند الملي، عايزين نروح عند المتر. يعني احنا طالعين ولا نازلين؟ up or down؟ we moved up or down؟ up. up. when we moved up we will cross out the zero or we will divide. divide أنا by شفته one. مليمتر بس. برافو، ديفايد باي 100. يبقى عشان نحول يا إسار من سنتيمتر تو متر، وي ويل ديفايد ات باي 100. اوكي طيب يلا، مين دور مين ده؟ قلنا بعد تيم قلنا جويرية. يلا جويرية حبيبتي اتفضلي. مش أقول نمبر بي. نمبر دي جويرية. تمام. نمبر دي 500 خلاص طيب، خلاص 1000 مرة خلاص. ها 500,000 من متر. متر 5,000، هي مش 500,000، 5,000 15 متر equal how خلاص، many خمستين feet؟ متر نعم مش 15,000، يبقى هنطلع 15,000. 15,000. طب استنوني بقى عشان انا عندي مشكلة في السكرين، ما بعرفش اشوف. دي 15. اوكي طيب اهو، طيب 15,000. اوكي اتفضلي. 15,000. مين اللي قال هنطلع؟ انا قلت يا مس جوير. اب نطلع. we moved up من المتر للكيلومتر هنطلع. ها من المتر. برافو، والمتر هنطلع. we moved up. الله ينور عليكم. when we moved up we will divide it. divided by what؟ مش احنا عارفين ان الكيلومتر equal 1,000، we multiply by 1,000 if we moved down. طب when we moved up we will divide it by 1,000. يلا يا جويرية، فالانسر هتكون ايه؟
15. برافو، جميل قوي. يلا اللي بعدها، 800 أنا equal how many decimeter؟ مش سنة دوري. اتفضل يا مالك. 8 كيلومتر equal 10,000 ديسيمتر. طيب استناني لحظة يا مالك، ثانية واحدة. انت بتقول ايه بقى حبيبي؟ بتقول 8 كيلومتر تبقى 10,000 ديسيمتر. ماشي، بتقول 8 كيلومتر equal how many decimeter؟ 8 كيلومتر equal how many decimeter؟ هنعمل ايه هنا؟ كان We moved up or down من نطلع كيلومتر لفوق. ديسي؟ up up we move up we moved up. No 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 we were moved down. كيلومتر معايا انا كل مرة اكتبهم تاني، متر ها ديسيمتر سنتيمتر مليمتر اهو، عشان تتحرك من الكيلو تروح عند الديسي you moved what؟ ها؟ down When we moved down we multiply by what؟ خليك واحدة واحدة، من كيلو لمتر واحد multiply by 1000 اهو، داون وبعدين من متر لديسي multiply by 10. تن How many zeros you have now؟ فور. برافو، يبقى you will say 80,000. يبقى عرفتوا الفكرة كلها فين يا ولاد؟ ها مين عارف الفكرة كلها في ايه؟ تعالوا نلخص الموضوع تاني بسرعة، تعالوا نلخص الموضوع تاني بإيه؟ بسرعة أهو، بصوا تاني، كل الفكرة في الستيرز ده، السلم ده، لو أنت حفظته وعرفت هو بيتحرك إزاي هتعرف تحل. بيقول إيه الستيرز ده؟ كيلو متر أهو، بعدين هنا إيه؟ بعدين متر، بعدين ديسي متر، ها سنتيمتر، ها؟ مليمتر. انا بقولها للولاد بالعربي، كمال محمد دمه سم يا ماما، ها عرفت الترتيب ازاي؟ حد خد باله احنا قلنا ايه تاني كده؟ ها كمال جمال محمد محمد ها دم دمه ها سم ها يمين سم يمين ها يا ماما، يا تاني مام ايه رأيكم اهي؟ يبقى احنا كده قلنا كمال جمال محمد محمد دم دمه سم سم يا مام. احنا طيب خلاص احنا حفظنا. هنحط بقى الزيروهات، اول خطوه هي الوحيده اللي ب 1000 او multiply by 1، بعد كده كلهم 10، كل واحد عشان يروح عند اخوه الاصغر منه بيعمل multiply by 10. ها مين حفظ؟ مين حفظ السلم يعرف يرسمه لوحده دلوقتي؟ أنا يا مس أنا اهم يا مس حاجه، أنا أنا اهم يا مس حاجه، اهم حاجه أنا تعمل. يا مس برافو. طيب أنا يا هنعرف، مس شاطرين شاطرين، هنعمل ايه كمان؟ بص شايفين السهم ده بيتحرك لفين؟ moved down. داون when we moved from down داون زي ال ascending بالظبط. ثواني يا جويريه، جويريه ثواني يا حبيبتي. when we moved down انا عايزاكم تعملوه انتوا في كراساتكم، امسحي يا جويريه لو سمحتي. ماشي from زي يلا latest، يا جماعه اسمعوني لو سمحت، مش عايزه حد يرسم على البورد لو سمحتي يا جويريه. from the greatest، يبقى احنا هنا بنتحرك من، امسحي يا بابا لو سمحت، from the greatest ها to the least. طب بنعمل ايه يا مس لما بنتحرك من ال greatest لل least؟ ها مين فاهم بنعمل ايه؟ ها when we moved down بنعمل ايه؟ شايفين اهي العلامة واضحة اهي، بنعمل ايه؟ ها بنعمل multiply داون when we باي يا مس باي moved down. When we moved down we multiply. When we moved down we multiply. Okay. طيب when we moved up لما بنطلع لفوق اهو، ديفايدد برافو، بنعمل divided اهو. بنتحرك منين بقى؟ اهو from the least او from the smallest to the greatest، زي ال ascending وال descending بالظبط يا ولاد اهو. طيب حد فاهم كده؟ خلاص عرفنا، يعني انا لو سألت اي سؤال دلوقتي كلنا هنعرف نجاوب مش كده؟ اهو تعالوا نشوف هنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا احنا مش يعني مش هنخلص الليسون كله النهارده تقريبا، مش هنلحق نخلصه كله النهارده.
يعني. بس عايزاكم نصه. اهم حاجه تحفظوا الاستيرس ده، السلم ده اهم حاجه. ابعته لكم بي دي اف ولازم تكتبوه وتبعته لي، كل اللي يعمله بشكل جميل يبعته لي، عايزه ناس تعمل احلى كمان من اللي انا عاملاه. يلا معايا، مش واضح. انا ببعت هنعمل بي دي اف الليست. على التليجرام، لازم لازم ببعت بي دي اف، لو ما بعتش سألوني عليه فكروني. طيب يلا هنقول هنا اول بيقفل يلا يا بس اولاد بتقفل الهوم ورك. بتقفل الهوم ورك. ايه، بتقفل ليه بالظبط الهوم لسه ما ورك؟ قلناش هوم ورك، احنا لسه ما قلناش هوم ورك، احنا يلا شغالين. خلينا نرسم السلم بتاعنا هنا كده عشان نعرف نشتغل بيه، يبقى لما يجي لي سؤال زي ده في الامتحان اول خطوة اعملها ما احفظش، ارسم السلم كده على جنب، او كيلو متر، ها متر، ها دي سي، لسه الناس ما كتبتش كمان. محمد ها دمه، ها سم، ها سم ها ماما يا كيلو ماما. متر، متر دي سي متر، سنتيمتر، ها ملي متر. When we moved down we تمام. multiply باي 10، ما عدا الكيلومتر هو الوحيد اللي بنعمله باي 1000. اوكي طيب، when we moved up Divided. We divided. divided، برافو برافو، Divide. divided by 10، ما عدا واحد بس اللي هو مين، الكيلومتر، بنعمله divided by 1000. يلا نشوف يا شباب، كيلومتر ها ده الكبير، يعني انا بتحرك داون، وي موفد داون فروم كيلومتر تو متر ايكوال 1000. برافو. بس في دور، في دور، ده دور بسملة، اتفضلي يا بص، بس انا مش ناسياكي. ها يلا بسبوسة، twelve دي سي، خليني سنة. معايا خطوة خطوة الأول، حددي أنت هتعملي إيه؟ 12 دي سي متر عايزة تروح عند السنتيمتر، خطوة واحدة بس داون، يبقى وي وات؟ داون داون، ها؟ twelve 120، برافو بسملة اللي قالت؟ أنا برافو يا بوس، شكرا بسملة. اتفضل آسر بسرعة آسر، ها؟ لو اللينك خلص يا ولاد مش هندخل تاني، ها الحصة بتخلص مع مع اللينك، لأن أنا بفتح بالظبط. يلا يلا بسرعة، ها حاضر يا مس. 5 متر equal كم سنتيمتر؟ 5 متر، فين متر؟ اهو فين السنتيمتر، خلي بالك هتعمل موف دتين واحدة ولا بص اهو 10 وايه، ها 10 10 باي يا 10 مس يعني ايكوال 1 ايه، equal 1000 equal 1000 يا مس. اه يبقى لا مش 1000، بصي كده بصي كده، من انت عايز تحرك من فين، ها ايه انا كده هعمل ثانية. انا هعمل كده من تحت يا مس، يعني من هنا يا مس، من اللي تحت يعني هنزل داوني، يعني برافو، هنعمل داون كام حركة؟ حركة. حركة ولا اتنين؟ اهو تو، انا هنا ميتر تو. اه يعني 10 باي 10 ايكوال 1 ايه؟ هنزود كام زيرو؟ زيرو واحد ون ولا اتنين؟ ايوه برافو، يبقى كده كام يا مس؟ يبقى 500 يعني؟ اه يبقى 5 باي 100 ايكوال 5 ايه؟ ايكوال يا مس 500 يا مس. 500. جميل طيب اتفضل، مين مين اختر اسر ايسار، اتفضلي ايسار. اوكي. كيلومتر ايكوال 4 متر. لحظة كده، لحظة يعني. احنا هنا يا إشار، كيلومتر ايكوال 40000 متر، ها ده متر عايز يرجع يطلع فوق اهو عند الكيلومتر، يعمل مالتبلاي ولا ديفايدد؟ موفت اب، إيه لا إيه ديفايدد
divided by what? كوم كوم Divided by what? كوم كمس ديفايدز باي 7. لا يا إشار، بصي أهو، divided by what؟ من المتر للكيلومتر، ها؟ مش الكيلومتر يا إشار، equal 1000 متر. طيب العكس بقى، ها؟ يبقى هنعمل divided by إيه؟ باي 100 by 1000، فهتكون الانسر كام؟ هنشيل ال 3 0 دول عشان عملنا divided by 1000، فهيكون هيتبقى عندنا كام هنا؟ 40. طيب جميل، مين after إيثار؟ تايم، اتفضل تايم. 7000 equal how many؟ خلي بالك احنا حدد الاول، انت up or down؟ متر تو كيلومتر اهو، we moved what أب up. عندنا كام زيرو from متر تو كيلومتر؟ how many zeros؟ هنشيل 3 يبقى 7 كيلومتر. برافو، شكرا شكرا يا تايم. after تايم عندنا جويرية، اتفضلي جويرية. خمس مليمتر للسنتيمتر، up or down؟ أه؟ 9000 مليمتر 9000 مليمتر تو سنتيمتر، we moved up or down؟ we moved up. هنعمل ايه عشان نعمل moved up؟ divided divided by what؟ 10 divided by 10. برافو عليك شاطرة، يعني هنعمل